السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أخواني وحبايبي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد يوم جديد. إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم وأسعد الله مساءكم. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. اليوم عندنا يا إخوان شغلة حلوة مميزة ومرتبة زي شوي محمد. طبعا إحنا المفروض نطلع الزواج اليوم على موعد، بس أنا أخرت الموضوع عشان في عندي قصة ثانية. تمام، اليوم راح نحط إخوان التراب. طبعا أنا بصراحة محتار بين إن أحطه هان وبين إن أحطه هان. تمام، تعال نجرب هان. تعال هاتي محمود، اعمل زي ما طبقنا قبل شوي. تعال يا محمد. طبعا هذا رف دكسون بحكوله، حيكون نظامه هانا بالشكل هذا هيك. طبعا ندهن وبنظبطه مش مشكلة، قسمته نصين وهذه حتكون هيك. طبعا هاي اخواني اللي ما بعرفها بحكولها تراب، بحكولها صيادة، بحكولها اي اشي، ولكن انا مش عاملها عاملها كنظام زاجل. تمام، زي ما انتم شايفين الرف. طبعا الرف راح ادهنه ابيض، ما تفكروش بالرف نهائي، ولكن هذا الرف الوحيد يلي شفته بلبق على الموضوع هذا. تمام، زي ما انتم شايفين ما شاء الله اشي مرتب ومحترم حتكون هان. فلو بدنا نجرب نحطها هان، مش عارف هانا كيف بدي اجيبها الصراحه. هي هانا هيك، هي هانا هيك، مش عارف. اشوف جرب اعمل هيك يا محمود، خلينا نشوف كمنظر جمالي. يعني احنا اهم شيء ما بعرف، بحسها مش حلوه كمان على الباب متحركه، بدها تفتح وتسكر، انا بقول لا. تمام، فاحنا راح نقلبها هان. هي هان خلاص ثبتت هان يا اخوان، ثبتت هان ان شاء الله. طبعا بنفرجيكم بالشكل النهائي بعد ما نخلص، خليكم معنا. طيب اخوان راح نفتح الزواجل هسه، بما انه احنا ايش هيك راح نشتغل عندهم. الساعه هسه 6:44 دقيقه، تاخرنا لانه في واحد خرب علينا وكش، وعارف انه موعد. يعني انا عارف ان انا من جديد بلشت اطلع موعد. تمام، تعال امسك محمد هيك، وقف لي هيك بالضبط عشان حمام وهي تطلع تبين. تعال هان هيك، خلي لك هيك، ايوه بس هيك عشان تبين الحمام وهي طالعه. بس لما تطلع تبلش الحمام تطلع، لف حالك هيك بس. تمام، لانه كل الناس بيقولوا لي اللي بيصوروك بيعرفوا شو يصوروا. خلي ايدك هيك، هيك قلت لها خليها. طلع يا شباب هاي ثورة. هاي هناك هاي انت هاي قسمت حالها نصين يا اخوان، بطلت تتحمل بعض الحمام، الحمام مش متحملة بعض، صارت تطلع بس بدها تمشي، بدهاش تستنى حدا. يعني مش مستنيات بعض، وين راحن؟ اي امه. اي امه الحمامات، يا بتلعب اصول وبتشتغل اصول، يا اما ما تكونش بكشيش. هاي اما راحن يا اخوان، في ثلاثة رجعين، اربعة رجعين. شوفوا ما شاء الله شو بيعملن. الساعة هسه يا اخوان طلعناهن على 6:44 دقيقة، الهن دقيقتين طيرات. هاي اما غاد، ممشاهم حلو، احلى ممشى بالعالم، بحبه انا هذا الممشى. تروح هناك تلف تعجب الدنيا وبعديها تجيك، وبعدين تجيك. هيها ما شاء الله دبلت تحت هيك. انا مسكر الزوم يا اخوان على الاخر. وينك؟ لسه حتبعد اكثر واكثر كمان. كفو عليك. طبعا الي حبت الي اربع حبات هان بالحاره، أربع حبات كأني قلت، ولا أكثر من أربعة والله ما أنا عارف. المهم هاي حمامنا يا إخوان سكرت زومها جوا، هاي لسه جوا جوا. وين؟ جوا المدينة الصناعية هسه، ولسه بتبعد أكثر. قاعدة شوف كيف بتقالب. أنا راح أبطل أصور بس لإمتى؟ لما الحمام تختفي، لما الحمام تختفي.
طلع ما شاء الله خشت نواحي الموقر. خلاص يعطيها العافية، ننزل حمامنا هاي اللي مرضتش تمشي. طلع لي الشكلي، طلع ننزل حمامنا اللي مرضتش تمشي وخلاص. أربع حبات خلاص راحت. تعي تعال تعال حط تعي تعي. بدي اعودهم يا اخوان من جديد على صفيره، بدي اجيب لهم صفيره عشان على الصوت العالي يكون الصوت اعلى. تعي تعي. ايش محمد؟ محمد شو تستنى؟ هات الطير اطلعوا. مش هذا الثاني اللي بيطير، في واحد شبهه بيطير. تمام يا اخوان، الحمامات راحن هيمه ملناش فيهن. يرجعن وقت ما يرجعن. يعني احنا بدنا نبلش ايش نشتغل هسه. ايوه خليه يحط هذا. تعال تعال ايوه تعال تعي. انا عودتهم على الصوت هذا، والصوت هذا مش عالي ما بصلهم، هم طائرات. لازم اجيب لهم صفيره معينه تبعت الحكم هاي، عرفتوها صفيره الحكم هاي كويسه. حط تعال حط يا كبير، يعطيك العافيه حط. ايوه كفو عليك حط. ايش هذا الازرق؟ هذا مش الي، هذا ازرق فاتح مش الي، هذا مش الي. ارجع يا محمد، هذا مش الي، هذا هذا مش الي. باقي مش مبينات. لا مش الي هذا، هذا فاتح جاي. تعال تعال تعي. والله ما هو الي، هاي راح. شايفين مش الي الفرخ، اقول لكم مش الي. هاي هذا حط. طبعا هذا يا اخوان مجنني الفرخ، ما بعرف شو قصته. ضل يرجع من الحمام مع انه صحته 100 1000% مش 100%. هذاك راح وهي فراخي رجع. هذول الاربع هيهم الاربع اللي رجع، ثلاث هون وواحد على الرفصه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهذلاك راحن طبعا ملناش فيهم. شو هذا بيعمل معك؟ نزلوا تحت مش عندنا شغل. هنا وري ازرق جانا. تعال والله فيها نوري ازرق. ايوه والله جمعها نوري ازرق. ايه وين وين الشكلي؟ والله نوري ازرق برادح كمان. تعال تعال. بس احسن من امبارح. امبارح 8 رجعن، اليوم رجعن 4، يعني كثير منيح الوضع. الوضع افضل من امبارح. امبارح رجع 8 يا اخوان، اليوم رجع 4. بكره ان شاء الله مش هيرجع ولا اشي ان شاء الله. تعال يلا تعال كفو عليك. تعال يا كبير. طبعا هدلاك راحن ملناش فيهن. تعال حط. ايوه حط يا كبير. تعال يعطيك العافية. ولك حط يا زلمة. اي علينا اليوم، لا مشيت مع اخوانك ولا حطيت. ايوه هاي هي خلاص. ولا مشي مع اخوانه ولا حط. وين راحن؟ ايوه ما جن. تع 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 تعي 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 تعي. ايوه ما حطن. هاي هذا حط كفو عليك. طبعا هذا يا اخوان مضروب بسلك كهرباء، تطلع رقبته كيف؟ بعرفش اذا مبينه معك رقبته ولا لا، بس مضروب بسلك كهرباء برقبته. الريش اللي على رقبته ممحوط مع شكله في الواطي، وهي ماسكه برمع الواطي في على المغارب خابطه بسلك كهرباء. طبعا يا اخوان هسه الساعه صارت 6:51 تمام، ولسه الحمام مش ما جتش. خلينا نكمل شغلنا هان، نشوف شو راح نعمل بعديها بصير خير. خليكم معنا. طبعا يا اخوان دي أدن المغرب وروح لنا بس 2 4 6 7، يعني لحد الان الحمام النشيطه الثانيه لسه ما روحت. 7 يعني انت بتحكي فيه 30 حبه لسه ما رجعن. المغرب هي بدكر، بلش يدكر يعني للاذان. طبعا مش مشكله، هاي يعني بنستنى فيهن. عندنا هان يا اخوان بلش اشتغل فيه هذا الرف، قلت لكم راح ادهنه. بس هاي شويه ثقيله، لازم نحط لها شيء من تحت يركيها او شيء من فوق يمسكها، ما في حل غير هيك. رف الدركسيون هذا كثير طلع عريض، بس ايش برضه شكله حلو مرتب، مع الادهان ببين اجمل ان شاء الله. بس هينا ايش قاعد بركب فيه داقر معي هنا، دقره كلبه تمام. بس بنفس الوقت يعني تطلع كيف اموره 100%. ان شاء الله هسه بثبته وان شاء الله الامور تمام. بس بدكم الصراحه قلقان على الفراخ، يعني اليوم طول اكثر، يعني الساعة 7:16 واحنا طيرناهن 44، من 7:44 قول 7:15
ستة و سبعة إلا ربع، من السبعة إلا ربع للسبعة وربع، يعني للسبعة وسبعة عشر قول إلها 30 دقيقة بالضبط. الفراخ مش مبينة، روح سبعة واحد، سبعة ولا ثمانية، إيش هذا؟ طلع هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، روح سبعة يا إخوان، ظل 30. تعال امسك التلفون هيك واحد فيكم، على الأغلب راح تيجي هسه الحمام، إذا أجت بلش صور. طبعا يا إخوان هاي الفراخ أجت، هاي رجعت الفراخ يا إخوان، بعد ساعة تقريبا. لا مش ساعة، وين ساعة؟ تقريبا ما حكيت، تقريبا ما حكيت قلت. من تحت اجل؟ من هون؟ طبعا يا اخوان الفراخ اجت من هان يا اخوان. خلاص اخوان، عشان اعودها على شغله معينه انا، اللي هي انه تلف تجيني من مكان بعيد، تلف برمتين وتحط، لازم احططها. انا شغال معها على نظام زي هيك. طبعا بنعتذر انه بنصور بالاذان، بس الحمام اجت هسه، شو بدي اعمل؟ هاي الاذان قاعد بيأذن، وطلعناها على السبعه الا على السبعه الا ربع، بدناش نحكي 44، سبعه الا ربع. طلعت على السبعه الا ربع ووصلت يا اخوان فعليا على السبعه 21 دقيقه، يعني الا ربع نقول 15 و20 قديش؟ 35 دقيقه، 35 دقيقه يا اخوان. طبعا الوقت ضيق عليها، بس اجت من فوق هيك زي الطلق هيك اجت. تعال يلا. طبعا كامله مش كامله ما بعرف صراحه يا اخوان، ولكن ايش مبينه هيك على عددها اظنها كامله. جايبه معها شيء؟ لا مش جايبه معها شيء، مش جايبه شيء. ما شاء الله طلعوا كيف الحمام. الساعه عطشانين بكون. اوعك طير يشرب. قيمه ليش بنخليه قيمه؟ ايوه اوعك طير يشرب. طبعا يا اخوان فراخ والله بالصاصي لسه. كفو عليك كفو. تعال يا كبير حط يا غالي يا منور الليالي. طبعا يا اخوان راح نعدها مع بعض، كل واحد يعد بباله. كم طير؟ انا شايف 35. 36 36 صح؟ 36 مع 30 اللي ورا، في ورا ممكن. اللي طاير هسه نزل معك 2 4 6 ناقص عندنا فرخ يا اخوان. عادي فرخ ينقص ولا ينقص اكثر من فرخ، عادي امورنا تمام وطيبه والحمد لله. طبعا ممكن يكون فاسد هان اصلا، طبيعي جدا يكون فاسد هان او هان، امورنا تمام. هسه ناقص لنا فرخ ان شاء الله، بس يرجع بنصور لكم اياه. اذا رجع، ما رجعش ملناش نصيب. الحمام قاعده بتنجز، الحمام تنجز. لو تصفى على 30 انا موافق فعليا، لو تصفى على 30 والله موافق على انجاز هذا بتعمله. طبعا شوفوا كيف هاي ركبناها، وضعها فوزدق يا اخوان. ايش شيلوس طلع هسه. هان بدي اعمل حركه ضروريه جدا، اللي هي ركايه من تحت، احطها هان تدقر هان بالضبط، تخبط هيك، لانه ما بدي احط سلاك عجب الدنيا. احط سلك، بقدر احط سلك هيك يرفعها، ولكن انا حاب احط شيء احسن. هيك تربطها. انا بعرف، بس لا انا حاب احط شيء احسن. طلعوا كيف اخوان، اطعج يا كبير، اطعج يا غالي، اطعج. صير الطير يفوت منها بش زي هيك، في عنده علاقه لازم نشيلها، هي نكسرها عشان الطير ينزل على السريع على الاكل، ولكن امورنا طيبه الحمد لله. الحمام يا اخوان الحمد لله مجهودها منيح، صحتها منيحة إن شاء الله. اليوم راح نزود لها أكل، وجبنا لها فيتامينات اليوم راح نعطيها إن شاء الله، وإن شاء الله الأمور تمام ومية المية. طبعا هاي فراخنا، قلنا لكم بدنا نخليها يومين هان تتنشر، بعدين بنعطيها خشتها. شايفين هدول راح يلحقوا إن شاء الله إيش هدول مع بعض. يلا خليكم معنا بنرجع. أجا في أخبار الشمعة، ما هو نفسه يا محمد الورا الشمعة. هو بصراحة يا اخوان انا كنت متوقع انه في فرخ ما يرجعش، لانه حسيته هيك شوي، بس قلت خلينا اطلعه. وهذا طلع لي، خلص هذا طلع لي. قومي زكريا طلع لي هيك بصير 38 المفروض، ولكن ايش في واحد راح لحد الان ما جاش، نستناه ليجي وان شاء الله امورنا تمام. خليكم معنا. طبعا يا اخوان حطيت سلك، اضطريت احط سلك مع اني مش حاب احط سلك والله العظيم،
ولكن هيها طبعا راح ادهنها، ديروا بالكم هاي راح ادهنها، يعني لا تتفرجوا عليها هيك، راح تندهن عندي دهان ان شاء الله بكره، بس نكمل الفيديو يا بكره يا اليوم على اللايف بكملها، هاي بشتغلها اليوم ان شاء الله على اللايف. بنشوف شو كيف بدنا نعمل، شو بدنا نسوي فيها على خير، بس اضطرينا نحط سلك مع اني مش حاب السلك، بس يا اخوان اضطرينا. طبعا هي من بعيد السلك مش مبين، طلعوا نظامها اشي مرتب محترم عالمي، والله مرتب والله يا محمود، تعال 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 شوف بالتصوير كيف محلاه، بس بدها دهان. لا والله انسى، بتطلع اشي خرافي. طبعا يا اخوان الطير عرفت الفكره، يعني كمان احنا سالنا، انا مش خبير، انا كنت حاط هم انه كيف الطير بده يطلع عليها ويحبس، بس قالوا لي الشباب زيح محمود رشاد الحلاق حكيت معه تحياتنا له، قال لي لو حطيتها تحت بتزبط، بس لو حطيتها فوق افضل واجمل. تمام، بس انا اقترحتها من راسي وقلت لازم احطها هان، لاني لو حطيتها على الباب حضلها هي تطلع تفتح وتسكر تفتح وتسكر وتتخلخل وتقع، لا قلت بخليها هان ثابته وخلاص. قال لي بتسكر الباب من تحت بصير الطير اجباري مش شايف الخشه، بصير بده يتعربش يطلع على اي شيء عالي يكشف فيه الخشه، فبصير يطلع هان. قال لي بتفتحها يومين او بتقلل منها زي هيك، بدل ما هي هيك ثلاث بتعمل فراغ هيك مثلا وفراغ هيك، بصير يعني واحدة واحدة زي هيك، عرفتوا كيف؟ بس بقدر يدزها كمان الفرق، بقدر يدزها بس عشان يتعود، شايفين واحدة واحدة شوي شوي بتصير ايش سكرها كاملة، بصير الطير يدزها وينزل يدزها وينزل وتكون امورك تمام. طبعا هاي بتفيدك بشغلات ايش، طيرتهم من الزرقاء، طيرتهم من الازرق، طيرتهم من اي مكان في الدنيا، بتروح بتلقاهم حابسات، فهنا الفكرة. طبعا قوم محمل شوي هانا، راح نكمل كمان هاي ان شاء الله، بس اليوم بس اروح من القهوة بشتغلها اليوم انا والشباب ان شاء الله سهرة عليها، هي سهلة بدهاش السهرة، وهي فراخنا. طبعا الفرخ اخوان ما اجاش لسه، الفرخ ما اجى الصراحة، عديتن انت؟ اجى معقول؟ لا ما اجاش. طيب 27 هدول، طلعنا هذا 28، بضل عندنا في واحد ان شاء الله بيجي، ما جاش خليه زكاة الفراخ هاي. شو 38 سوري، ما اجاش بكون زكاة هدول الفراخ، وان شاء الله بيجي انا متأكد، يعني هاي ضويل الاضواء، بس اطفي الواطي. اطفي العالي تمام. ليش حطيت ضرائل هنا محمد؟ هذول خلطه بنحطها هنا، يلا مش مشكله. طيب اخواني على العموم هيك وصلنا يعني لنهايه الفقره، بنكمل لكم اياها ان شاء الله بالفقرات الجايه، خليكم معنا. طبعا اخواني الشكل النهائي بعد ما خلصت التراب او الصياديه، شو تسموها تسموها انا ما بعرف، شو كل واحد بسميها حسب مسماه، ولكن شوفوا كيف النظام والاحتراف والدقة في التصميم، ترى ما شاء الله بعد الادهان. طبعا شوفوا بعد الادهان كيف صارت، اشي محترم طلع من تحت كيف. طبعا من تحت دقيتها براغي اللي هم الهنجر، دقيتها باربع براغي 1 2 3 4، خبطت في التيوب اللي جوا، اللهم صل سيدنا محمد، انتحنتها من جوا ومن برا. طبعا امبارح اعطيتها وجه الصبح، اعطتني انه في مشكلة في الادهان، لانه يا اخوان الادهان هذا من النوعية اللي جاي مطاطي، جاي زي خلينا نحكي زي العلكة، فيه مادة اللي هي مانع على التسريب او مانع على السيلان، ابصر شو بحكوا لها جرسلين اشي زي هيك. المهم سيح المنطقة تحت، كان في صدى، اذا انكم شفتوه الصدى قبل كان في صدى، فشال الصدى خلى الصدى يقع، فلما وقع الصدى او لما داب الصدى، الصدى صار زي المي، فعمل ايش؟ عمل شغله زي انه بوش الصدى يلي على التنكه ورجع طلع وين؟ على الدهان، فصارت لونها ايش؟ مرقعه اصفر وابيض الايش؟ الرف، الرف صار لونه اسود وابيض. فانا ايش رحت عملت يا اخوان؟ عملت شغله حلوه، خليتها تنشف طبعا بعد، طلعت على الستة كانت عاملة زي المرقة، اوه والله نشفت، بس بعطيها كمان وجه مدامها نشفت تمام، عملت زي كيف عاملة انه عشان الدنيا صبح والدنيا في الشمس وفيش يعني اشي ينشفها بسرعة، كنت تحط ايدك زي هيك يطلع ايش بسرعة، انها زي ما هي لساتها من امبارح الساعة 12 في الليل على ما هي عليه ما نشفت. فانزلت عاد انزلت نمت، وانا هسه الساعة يعني تقريبا الساعة فيها 12 الا شوي الظهر، فطلعت لقيتها ناشفة، هسا اعطيتها وجه مليش 3-4 دقايق ما شاء الله طلعوا نشفت 100% تقريبا، هنا في نتفة صغيرة بستناها تنشف وبرد بعطيها وجه، واليوم العصر كمان برد بعطيها وجه عشان تعطيني اللون الابيض اللي مرتب. طبعا زي ما انتم شايفين اشي محترم،
ومرتب الحمد لله. طبعا اليوم ان شاء الله زي ما قلنا لكم هون شو راح نعمل، هذول اليوم راح يظلهم هان طول اليوم الفراخ، تمام، وراح نضيف عليهم الفرخ خاض، الفرخ خاض في فرخ ثالث مكتف هاض، تمام. هاي عندنا هيك ثلاث فراخ، يعني 23 فرخ عندنا هون. وبدي افرجيكم على السطح الثاني، عشان في ناس بيقول لي ابو يوسف فرجينا كيف السطح الثاني، كيف تطلع منه على السطح الاولاني. هاي هيك شايفين، ها هي ما شايفين، هاي جوازنا الزواجل الجداد ما شاء الله. طبعا راح يصير عندنا هنا حلقه كل اسبوع للزواجل فقط، نطمن عليهم نشوف شو في عندنا جديد، شو في عندنا قديم. هي بلشت الحمام تاخذ راحتها على ما يبدو انه في حمام، هيو لام مقش، ولا انا بتهيألي مش متذكر اذا كان في حمام، مش متذكر امبارح اذا كان فيهم هذول الفخارات كان فيهم ريش او لا صراحه، بس اذا ما كانش فهذا يدل على انه في حمام بلش ترم ريش في بالفخار. العب 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 ما شاء الله. هي يما بيضات الجوز، هذول ليش بيضات؟ بدكم مي؟ ايه بدكم مي والله، ناس حقوا علي، تمام. هذول ليش بيضات الجوز؟ لاني حاطهم الي من يوم الجمعه هون حاشاهم مع فراخهم عشان يزقوا فراخهم. فراخهم يا اخوان يعني انا لو فطمتهم اليوم ما في مشكله. طلعوا، هاي طلع الفحل من هنا، مسكر الباب امسكه. هاي فرخ ثاني ما شاء الله، صلاة النبي. اليوم بفطمهم ان شاء الله، اليوم فطمتهم يعني اقول لكم حتى لو اخذتهم هسه ما في مشكله، بس خليني اجيب ابوهم. وين ابوهم؟ معلم تعال احبس مكانك لو سمحت، تعمل ليش فيها مزاج المكتف وحركات، انا جايبك من سوق البلد اصلا. تعال تعال، ايوه ما شاء الله. فوت جوا، الله يرضى عليك. انا بديش افوت والله العظيم عشان ما ازعج علينا قضاها يطلع كل شوي. طيب تعال، انا بديش افوت عشان ما ازعجش الجواز والله العظيم، بس سبحان الله خلص نصيب. يلا تعال تعال تعال. فاخوان خلينا نفوق نطلع برا هيك، يلا على الفطم. اول فرخين زواجل بنفطمهم جديد، نحطهم فوق. اول فرخين فطم جديد عندنا على السطح، زواجل بيض، زاجل ابيض سك، وزاجل جاي بلطشة على ظهره خفيفة، تمام. هاي عن العين يعني جاي ابيض، جاي لطشة بيضة. هاي هذول اول فرخين عندنا على السطح بننتجهن ان شاء الله من الزواجل، بس هذول مش من زواجل ابو الحارث، هذول انا اشتريتهم يوم الجمعة اللي فاتت، اشتريتهم مع فرخينهم والحمد لله باظن وامورهم 100%. طبعا هاي يوم ما انعزلن اليوم بمسك هذول كمان الثلاث فراخ وبنحطهن هان. هذول اصلا اساس، هذول عشان تكونوا عارفين هسه بنفرز معاكم انا كم من فرخ افرجيكم شو اساس تقعيد الفراخ. هاي شوفك انت، هاي اول واحد، انت صغير لا انت كبير، هذا صغير طلعوا قديش صغير جناحه، هذا بنحطه هان. اسفه استعجل على رزقك، لا تستعجل على رزقك تفهم شو قصدي. اطلع انت هيك، تعال انت كمان صغير. هذول يا اخواني اللي مستحيل ينقزوا، فهمتوا كيف؟ هذول مستحيل يفزوا على الصور، مستحيل يطيروا، فلما هذول يكونوا حافظات الارضيه وهم حافظات اخوانهم حيظلهم على الارضيه، فالكل راح يضطر يظل مع اخوه على الارضيه. تعال انت صغير، انت والله صغير ومش صغير بس منيح برضه. تعال هيك، قديش هاي؟ ثلاث طلعنا، راح اعزلكم 10 تمام، من هنا ثلاث، الباقي هو صغير ديروا بالكم، بس انا قصدي على الحجم اصغر شوي يعني ما بيقدر يفز على السور بالمره. شوف هنا في شيء صغير، هاي في واحد هنا مرقع، تعال كبير. هذول يا اخوان هم اللي راح اشتغل فيهم على تقعيد الحمام، طلعوا مصغر الحمام بس بوكل ما شاء الله. هين اليوم الصبح حطيت لهم علف ما شاء الله، ماكل يعني اكثر من اي فرخ مفطوم. يلا يا حبيبي عند اخوانك هيك ما شاء الله. هاي عندنا 2 4 6 6 وثلاثة برا، الثلاثة هذول اللي برا هم اساس تقعيد الحمام، يعني عندك هيك 6 و3 9 9. في فرخ خان شفته صغير امبارح كنت معلمه معهم، هيو هيو ازرق احلس. ارجع هيك خلنا نتاكد منك بس معلم، ارجع انت ولا مش انت، بس بدي اشوفك انت ولا لا، تمام. هو على الاغلب هو. هاي يا اخوان هذا كمان فوق، شكرا.
تدخل جوا. هيك عندنا 2 4 6 7 وفي ثلاثة برا، هاي 10. هذول العشرة يا اخوان هم اللي حيف راح يقعدوا الحمام. ويوسف انا مش فاهم عليك، فاهمني كيف راح يقعدوا الحمام؟ تمام، انت كيف راح يقعدوا الحمام؟ بعرفش كيف قلبت الكاميرا، خلينا نرجع نقلبها على الشقة الثانية. كيف قعدة الحمام؟ كيف يقعدوا الحمام يا اخوان؟ هذول كيف بيقعدوا الحمام؟ لانهم صغار لساتهم، مستحيل هذول لو طلعته مستحيل يفز على السور. تمام، مستحيل يفز على السور، مستحيل يطلع يطير، مستحيل يشرد، لانه لساته ريشه كليته دم ثقيل، ما راح يقدر يفز. فهذا بتطلعهم هذول الخمسة، هذول السبعة او هذول العشرة، هذول مع هذول بتطلعهم دشر على السطح اول يومين ثلاث، يحفظوا اول يومين. تمام، ويحبسوا مع اخوانهم. اخوانهم بيضلوا وين؟ محبوسات جوا الخشة، يتنشروا جوا الخشة، بس بكونوا هذول حفظوا. بتطلع هذول يومين ثلاث، بعدين بتبلش تطلع هذول كلهن معهن. في الحالة هاي شو بصير؟ في الحالة هاي هذا بقعد عشان هذا، وهذا بقعد عشان هذا، كل هذول بقعدوا عشان هذول. عرفتوا كيف؟ فهاي الفكرة لازم تفهموها، أهم شيء في موضوع الزاجل. بعرفش حتى الأبيض هذا يمكن، لا خليه الأبيض مع هذول مش مشكلة. شفتوا كيف التوزيع صارت؟ اليوم هذول بس هيك تنشير هانا كمان، وإن شاء الله كمان ساعتين زمان بطلع. إيش بعمل؟ كمان ساعتين ثلاث هيك عند العصريات إن شاء الله. هذول بنلبسهم كلبساتهم، هذول تلبيس كلبسة. عندنا 17 وحدة طبعا، في اللي امبارح غاب ما اجى، الله بيعوضنا فيه. طبعا امبارح مش طيرنا 37 تقريبا، طيرنا 37. في واحد ما اجاش، صارنا 36، وكنا واحد حاشرينه في قلن، طلعنا رجعنا 37 طير. يعني هذول 17 وهناك في 20، 37 طير هذول كليتهم. تمام، ان شاء الله راح نحطهم هناك مع بعض، وهنا راح نحط 25 فرخ زاجل جديد ان شاء الله. عرفتوا كيف؟ طبعا اخوان هيك يعني كل شيء بخص الزاجل والشغلات هاي اللي هي الترايب هاي بنكون خلصناه. خليكم معنا للشغلات الثانية اذا كان معنا متسع في الفيديو، خليكم معنا.